وللمزيد من النقاشات وللمزيد من المحاور ينضم إلينا دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية. دكتور سعيد أهلا بك. بنتحدث عن 344 يوما من العدوان، كيف ترى وتقيم الوضع الحالي؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بكم. حضرتك الأول الصوت واضح صح؟ نعم أسمعك جيدا سيدي. نعم حضرتك، بص حضرتك احنا بقينا دلوقتي قرابة العام، يعني خلاص صحيح. احنا قربنا على العام، وده يعني في ظل تطورات وتصاعدات من الجيش الاحتلال. جيش الاحتلال يأبى تماما وقوع أي هدن بين السلطة الفلسطينية، مش هنقول حماس لأن خلاص الموضوع بيتطور. احنا دلوقتي انتقلنا بعد قطاع غزة، بننتقل إلى الضفة الغربية، رام الله، القدس فيما بعد. إذن هناك فضل القضية الفلسطينية، وده اللي قال عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 20 أكتوبر صحيح. وده عايز أقول لحضرتك ده اللي اجتمع عليه الدكتور بدر عبد العاطي امبارح في مدريد، وكانت من مخرجات أهم اجتماع مدريد اللي حصل امبارح. وده يعني انا عايز اقول لحضرتك ان يعني احنا لاول مره نلاقي اوروبا بتتدخل بعد ما كان الاحتكار الاول والاخير في هذه القضيه للولايات المتحده الامريكيه. شفنا امس امبارح سياده الرئيس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه يتحالف تماما مع مخرجات يوم 21 اكتوبر اللي من العام الماضي، يعني احنا دلوقتي خلاص بقينا عام ماضي صحيح. على روسيا المصريه، وهم ثلاث لقاءات، هو اول لا 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 للفض القضيه الفلسطينيه ولا للتهجير القسري لاخواتنا في قطاع غزه، وده لاحتلال محور فيلادلفيا، هذا المحور وهذه القضيه التي استجدد. ده ان دل ان الطرف الاسرائيلي وحكومه الليكود واليمين المتطرف بقياده بنيامين نتنياهو اعتقد ان هي بتضع العراقيل. احنا الاول مره نضع يعني نسمع عن محور فيلادلفيا منذ مايو 2024، يعني كل ما نسبق او كل ما يكون يعني هو نتنياهو بيحاول ان يضع العراقيل امام ابرام الاتفاق او امام التوصل لاتفاق للتهدئه وتسليم وتبادل المحتجزين والاسرى. دكتور سعيد ونحن نتحدث في هذه الجزئيه، يعني هذا الوضع المزري، نتحدث عن وجود انقسامات داخليه في الشارع الاسرائيلي، ولاول مره نسمع ان هناك مطالبات باسقاط حكومه نتنياهو. هذا الوضع الى متى والى اي مدى سيستمر؟ يعني بص حضرتك انت قلت نقطه مهمه جدا، وهي الاول مره بنشوف تل ابيب اكثر من 3500 مواطن بيخرجوا كل يوم يوميا بيخرجوا في هذه المظاهرات وفي هذه الاحتجاجات. يعني اعتقد وخلي بال حضرتك برضو نرجع تاني للولايات المتحده الامريكيه، يعني نيويورك اكبر مدينه يعني موجود فيها يهود بعد تل ابيب، كانت منذ منتصف هذا العام في 2024 كان خروج للطلبه، طلبه الجامعات صحيح. كثير من اعتقد ان ممكن مثل هذه المظاهرات لا تقيل حكومه بنيامين نتنياهو. خلي بال حضرتك ان هي اكبر حكومه موجوده في الكنيسة الاسرائيلي، واعتقد ان بنيامين نتنياهو حتى الان يعني دلاله وجوده في هذا المقعد كرئيس وزراء هو كدليل ان هو قادر على جبح هذه المظاهرات وجبح المظاهرات الموجوده في جزئيه مهمه جدا دكتور سعيد. فكره ان نتنياهو قادر على كبح جماح هذه المظاهرات، يعني تحدثت حضرتك منذ قليل عن هذا الرفض الدولي، واصبحت هناك مؤتمرات تعقد يعني للتحدث عن القضيه الفلسطينيه ووجوب ايقاف العدوان. اذا المجتمع الدولي برمته او غالبيه المجتمع الدولي، السواد الاعظم من المجتمع الدولي الان يتحدث عن فكره وقف، انه ينبغي ايقاف هذا القتال، ولكن نتنياهو لا يعير الجميع انتباها. ترى من اين يستمد نتنياهو هذا الاسلوب في التعامل وهذه الاستمراريه؟ اولا يعني احنا خلينا نسقط هذا الموضوع على اليتين. اول اليه قوه اليمين المتطرف في حكومه بنيامين نتنياهو والاصرار على خوض هذه المعركه بين كثير من الوزراء الموجودين في اليمين المتطرف قادرين على خوض هذه المعركه وبيصروا على استكمال هذه المعركه. ثاني حاجه يعني انا بشبه حضرتك العام الموجود في الولايات المتحده الامريكيه الان عام الانتخابات بالبطه العرجاء، الاداره الامريكيه لا حول لها ولا قوه، لا تقدر ان تصدر اي قرار
في إيقاف هذه الحرب أو في وجود أي هدنة، بدليل أن احتقار الولايات المتحدة الأمريكية لوقوع هدنة بين الطرفين بين حماس والجانب الإسرائيلي لم نجد له أي نجاح حتى الآن. يعني قرابة العام الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل، الولايات المتحدة الأمريكية بلينكين يزور المنطقة، بلينكين يعود من المنطقة، ولكن لا نرى أي جديد في هذه الزيارات ولا نرى أي جديد من الإدارة الأمريكية، خاصة منذ بداية عام 2024. صحيح. وأن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا يعني في اختيار بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، أعتقد أن يعني القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لا يوجد لهم أي قرار في الإدارة الأمريكية، وهي جزئية في غاية الأهمية، وهي فكرة أن الانتخابات الأمريكية قاربت على الانعقاد، ودائما ما يكون يعني الإدارة الأمريكية مشغولة بالانتخابات الأمريكية، وكما تحدث ضيفي دكتور سعيد أنه الإدارة الأمريكية لن تصدر أي قرارات حاليا لأنها فترة انتقالية، وحتى يعتلي يعني من جديد رئيس للولايات المتحدة الأمريكية الفترة القادمة. دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية، أشكرك شكرا جزيلا.